العازمي طفل عمره 8 سنوات اختطف من أمام منزله في القريات بأقصى شمال غرب المملكة قبل 37 يوم. تم قتله وحرق جثته وعثر عليه على بعد 35 كيلو من المنزل. طبعا تم القبض على متهم في هالقضية اسمه علي سليم الشراري، لكن الجديد في القضية أن الشرطة أعلنت عن متهم جديد اعترف وصدقت اعترافاته بقتل هذا الطفل. السؤال الآن، هل تم تبرئة المتهم الأول، ولماذا لم تعلن هذه المسألة؟ يعني لماذا لم تحسم من هو القاتل، أو أن الاثنين كلهم اشتركوا في الموضوع؟ على كل حال معنا من القريات الصحفي الإعلامي علي العطيشان. علي مساء الخير. مساء النور أبو عبد العزيز. الله يحييك. أول شيء طمنا على القريات وأهل القريات. القريات كما تحب، يعني واحة غناء وتنتظر مصطفيها. مشتاقين للقريات، لكن جريمة هالطفل مقتله بجد أزعجتنا كثير. يعني صحيح. المجتمع القريات مجتمع جميل وهادئ ومترابط ومتحاب، يعني وش اللي قاعد يصير؟ ايش القضيه هذه؟ الصوت بس يعني متدني، لو رفعت لي شوي. علي اسال على الطفل، قضيه الطفل. نعم العازمي. نعم. اولا يعني اشكرك استاذ سلامه على هذه الاستضافه في برنامجك المتميز. ثانيا يعني احب ان اقدم عبر روتانا تعزينا الحاره لوالد الطفل المكلوم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل صغيره شفيعا له يوم القيامة. إضافة إلى تهنئتي أيضا لوالد المتهم البريء وأسرته كافة بهذه المناسبة. يعني القضية لا شك أنها أصبحت معروفة، بل باتت قضية رأي عام، خاصة مع تطور أحداثها وتسارعها، بل وحتى تناقضاتها. كما أشارت الوطن اليوم، يعني 37 يوم ما بين اختفاء واختطاف الطفل محمد، مرورا بوجود جثة محروقة ومرمية عند أطراف المدينة، ووصولا إلى اعتراف بريء وتمثيل لجريمة لم يقترفها، وانتهاء بالقبض على القاتل الحقيقي. أشار البيان الرسمي الصادر عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العميد دمان الدرعان، الذي أكد حدث فريق التحقيق بعدم ضلوع المتهم الأول رغم تمثيله للجريمة، أيضا من يعني ضباط التحقيق أو الجروب كشفوا الحقيقة من جمع الأدلة والبراهين حتى تم التوصل للجاني الحقيقي وتصديق اعترافاته شرعا. هذا مجمل أو اختصار لما تم خلال اليومين الماضيين. طيب ما سئل المتهم الأول لماذا أقر على نفسه بجريمة لم يرتكبها وأيضا قام بتمثيلها؟ صحيح أبو عبد العزيز، يعني مثل هذه الأشياء تبقى في دائرة السرية. قد يكون هناك المتهم في وضع نفسي، قد يكون يعني ما شابه ذلك، لكن لم يشر البيان الرسمي إلى أي جزئية من هذه. يعني مسائل القتل علي هذه ما فيها نخوة، يعني لو أحد قال والله هذا نخوة ولا فزعة ولا هذه، ما فيها فزعات، هذه فيها قطع عروسها، فيها قصاص. نعم صحيح، لكن حقيقة أحب أشير إلى جزئيتين مهمتين. الأول اللي هو العمل فريق التحقيق الجبار حقيقة، يعني فك طلاسم هذه القضية المعقدة رغم الإغلاق يعني شبه النهائي لملف القضية، وبالتالي يجب أن نقول للجميع شكرا ولا نلتفت للوراء ما دام الحقيقة ظهرت، والحمد لله. يعني هذا هو المهم، يستحقون الثناء، أي رجل أمن يقوم بواجبه يستحق الثناء بالتأكيد. والله إني على اطلاع، يعني مدير شرطة منطقة الجوف ومدير شرطة منطقة القريات وفريق التحقيق يعني واصلوا الليل بالنهار حتى تم التوصل إلى الجاني الحقيقي، ورغم السرية التامة يعني ورغم التعقيدات القضية، لكن بالتالي يعني خلال 37 يوم أسدل الستار على هذه القضية. جزئية ثانية أيضا، أنت برنامجك يا أبو عبد العزيز متميز ودائما حصري حقيقة المصادر، هو برنامج روتانا وعلي العلياني وأنت فيك الخير والبركة الله يسعدك. مصادرنا تؤكد يا أستاذ سلامة عدم وجود علاقة نهائيا تربط بين المتهم الأول والجاني، إضافة إلى أن مسألة إيقافه هي باتت يعني إجراءات إدارية بحتة، من المحتمل أيضا خروجه يعني خلال أيام قليلة. نعم، أنت أشرت في الوطن أونلاين إلى مسألة مزعجة تماما من سنوات لأهل قريات، اللي هي بحيرة المسك. يبدو أن بحيرة المسك جدة صار لها فروع الآن في المملكة، وأولها اللي في القريات بسرعة على بعجالة، يعني حتى لا يزعل علينا أهل قريات يقول تجاوزتوا الموضوع، خصوصا أنه علي هو اللي أثاره.
الموضوع الحقيقة يعني مش بس علي للأمانة، أكثر من زميل كتب عن الموضوع، لكن الوطن أفردت له صفحة متكاملة وبتحقيق متكامل، وقضية معروفة أيضا لأهالي القريات جميعا. هي بحيرة تمتد بحوالي 2 كيلو متر مربع، يعني يختلط فيها النامس والبعوض. تم مخاطبة الجهات المسؤولة، مخاطبة جميع الجهات، اعتمد لها شيء، اعتمد لها شيء، لكن إلى الآن إلى هذه اللحظة لم يتم أي شيء. شكرا يا علي، شكرا. إذا هي رسالة للمسؤولين. ونتابع قضية الطفل العازمي مع الدكتور سالم الشراري، مستشار بوزارة التربية والتعليم وعضو بهيئة حقوق الإنسان. دكتور سالم مساء الخير. نحاول الآن الاتصال بالدكتور سالم للتعرف على تفاصيل أكثر حول موضوع قتل هذا الطفل. يعني 3 جرائم في جريمة واحدة، خطف وقتل وحرق، والطفل عمره 3 سنوات. يعني ما أتصور في بشاعة أكثر من كذا، أنك تغتال براءة، تغتال طفولة. يعني لا يمكن أن يكون هناك ثأر مع طفل أو نزاع مع طفل، استحالة. يعني ما في أي مبرر عقلاني يبرر قتل إنسان، فما بالك إذا كان طفل عمره 8 سنوات. لكن أحيي بالفعل الشرطة منطقة الجوف، شرطة القريات عبد الناصر الصياح وزملائه أيضا لكشف غموض القضية أكثر، وعلى الأقل إنقاذ هذا البريء اللي أقحم نفسه في القضية وهو بريء منها. دكتور سالم مساء الخير. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا. حياك الله دكتور. دكتور، يعني هذه القضية غريبة أحداثها، أنه شخص يعترف على نفسه ويمثل الجريمة ثم يظهر أنه بريء وأنه المتهم شخص آخر مختلف تماما. أولا حياكم الله، ولعلك يعني اطلعت على كتاب لكبير محققين وخبير قانوني عنوانه الاعتراف ليس سيد الأدلة، وبالتالي عرض عدة تجارب كثيرة لمعترفين تلبسوا بقضايا ولم يكونوا مرتكبيها الحقيقيين، ولكل قضية من هذه القضايا أسبابها، بعضهم مأجورون وبعضهم مضطهدون وبعضهم مرضى نفسيون. وبالتالي فالقضية كما تفضلت قضية غريبة وأثارت كثير من اللغط عن الأسباب التي تدفع إنسان بريء لكي يتلبس ما لم يرتكبه. لا، ويمثل الجريمة، يعني يتقمص الدور بشكل كامل. عفوا، فيه معلومات ناقصة يا أستاذ، وأرجو أن تأذنوا بأن يعني نسلط الضوء عليها. وعلى عجالة دكتور، لأنه لدينا مزيد من القضايا. لا، كم معي من الوقت؟ في دقيقة يا دكتور لو تكرمت. دقيقة واحدة يعني لو تكرمت. طيب، الذي أريد أن أقوله أن تمثيل الجريمة هو أحد شواهد أنه لم يرتكبها، لأنه لم يحسن تطبيقها. الذي أؤكده وأنا مسؤول عن هذه المعلومة أنه أخفق كثيرا في تطبيقها، وبالتالي هذا أمر يفترض أن يكون لافتا. نحن لا نشكك بحسن نوايا القائمين، بالعكس الأمر يجب أن ندعمه ونحسن الظن، لكن هناك كلمة قالها أثناء تمثيل الجريمة عندما لم يطبقها كما هي، وهذه عليها شهود. قال أنا لم أرتكب الجريمة. قالوا ولماذا اعترفت بها؟ قال لأنني لم أنم من فترة. أوف. يعني شعلقة ليه ما ينام يعني؟ بسم الله عليه، يعني ليه ما ينام؟ هذه علامة استفهام. قد يكون هذا الكلام حصل. نحن يا أخي الكريم، أولا نقدم عزاءنا لوالد الطفل وهو أخ وابن أخ كريم. صحيح صحيح. وحتى من دارت الآن الأمور عليهم له أسرة، يجب أن نقدر مشاعرهم لأنه لا تزير وازرة وزر أخرى. نعم. كما أن علي الشراري لو كانت هذه التهمة عليه فهي لا تمس أسرته ولا مجموعة. نهني أسرته أيضا اللي نعم. يعني فرحت ببراءته. نعم. يعني نعم. كل بريء في هذا العالم إذا علمنا ببراءته ولو كان في جنوب أفريقيا فرحنا له. صحيح. هذا مبدأ إنساني. صحيح. لكن أيضا حتى من الآن يعني له أسرة، من أدين الآن حاليا واعترف وثبتت عليه له أسرة مشاعرها تهمنا ولا نحملها أكثر من عبئها، فهي أيضا مكلومة ومصابة. لكن السؤال يعني في نقطتان مهمتان جدا أريد أن بثواني أقولها. نعم. أولا هناك قصاص أثر اسمه فلاح منسي،
رفض رفض قاطع أن يكون هذا المتهم علي الشراري هو من قام بالجريمة. نعم. لا في آثار مركبته سيارته ولا في تطبيقه للجريمة. نعم. وكانت مثار شك. المسألة الأخرى أنه عندما أراد أن يطبقها لم يحسن تطبيقها أبدا، وهذا مما لفت انتباه بعض الضباط النبيهين. وربما هذا ربما هذا أيضا دكتور سالم دفعهم للبحث عن وجه آخر، عن متهم آخر، بدليل أنهم تابعوا القضية ووصلوا له. يا أستاذ، نحن لا نريد لا أن نثني ولا أن نقلل من جهد أحد، نحن نسلم ببحث موضوعي أن الناس كلها على خير وأن نواياهم طيبة وأن الأمن ورجال الأمن يعني هؤلاء يعني إخوتنا ابني وابنك. بس تعرف يا دكتور، يعني أنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، إنه يجب أن نلتفت في القضايا القادمة وحتى في الموجودين من اعترف منهم، إنه ليس بالضرورة اعترافه هو إقفال أو إغلاق لملف القضية، ربما يكون فعلا بريء مثل هذا. أحسنت، وهذا أنا أحط عند القانونيين يعني يا أستاذ. يعني الكريم. هذا يفتح أمامنا. نعم، آفاق لطرح السؤال. أنا سؤال الذي أريد أن أطرحه الآن بثواني، هل ما طرح من أنه لم ينم وبالتالي قد يكون هذا نوع من أنواع الضغط عليه والتعذيب هو الذي حدب لكي يتلبس ما لم يرتكب؟ ربما هذا السؤال عرفه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة. لا نحاكم النوايا ونفترض حسن النية في الجميع إن شاء الله، مثل ما تفضلت يا دكتور. بالتأكيد. ونحييهم على الأقل اللي قبضوا على القاتل الحقيقي، وإن شاء الله بعد ما يطلع واحد ثالث بعد يقول والله لا يا جماعة. لا إن شاء الله، لا أبدا. أنا متأكد أنه درس للجميع، وأنا متأكد أن القائمين على الأمن في القريات نعرفهم بالأسماء. إن شاء الله آخر جريمة بالقريات إن شاء الله في كل مناطق الضباط، ونحن مجتمع صغير وروعتنا الجريمة كثيرا. شكرا دكتور. شكرا دكتور سالم الشراري، المستشار بوزارة التربية والتعليم والعضو بهيئة حقوق الإنسان. شكرا.